وسط غموض يشوب ميدان الاقتتال العسكري في إقليم تيجراي في إثيوبيا، أعلنت كل من الحكومة الإثيوبية وسلطات الإقليم تحقيق انتصارات عسكرية. المعركة في الإقليم باتت على أبواب مرحلة جديدة باتت تظهر نتائجها قصيرة المدى والمتمثلة بأزمة الفارين من الإقليم باتجاه السودان والظروف الإنسانية الصعبة، فيما بدأت التساؤلات تبرز حول أثار الأزمة على إثيوبيا وتماسك نظامها الفيدرالي القائم على توزيع السلطة بين عرقياتها الكبرى والصغرى، هذا على الصعيد الداخلي. أما أثار الأزمة الخارجية فبدأت مع امتداد دائرة الصراع إلى أربتي وسط مخاوف من أن تنال الحرب من دول القرن الإفريقي كافة. بعد أسبوعين من بداية حرب تتصاعد أتونها في إثيوبيا، يعلن طرف النزاع الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيجري تحقيقهما انتصارات عسكرية في تناقض يعبر عن إصرار كل جانب تحقيق أهدافه حتى آخر الرمق. نيران الحرب تتصاعد إذ يصر رئيس الوزراء أبي أحمد والحاصل على جائزة نوبل للسلام العام الماضي نظير حل نزاع بلاده مع الجارة أريتريا على تحقيق الحملة العسكرية لأهدافها بالقضاء على نزعة إقليم تيجري الانفصالية ودعم سيادة القانون وفق قوله. على الجانب الآخر تصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجري الممثلة لقومية الإقليم على استقلالية الحكومات الإقليمية ضمن النظام الفيدرالي، ومع غرق البلاد في نيران المعركة تخشى الأمم المتحدة من تداعيات أزمة النزوح من شمال البلاد إلى السودان وصولا إلى أزمة إنسانية. نخشى وبناء على حركة الأشخاص خارج البلاد من احتمالية حدوث نزوح جماعي داخل تيجراي أيضا، وهذا بالطبع مصدر قلق ونحن نحاول الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة. هذه التصريحات تأتي مع وصول عدد النازحين من الإقليم إلى السودان نحو 27 ألفا بوتيرة يبلغ متوسطها 4000 نازح يوميا يبحثون عن الأمن والكلاء. ماتوا شديد، ماتوا والله، ماتوا قالوا بعدان، قالوا يلا طلعوا مش أي محل كل طلع. أي والله. وما بين أزمة إنسانية وحرب متصاعدة يرسم محللون سيناريوهات تحذر من انهيار النظام الفيدرالي القائم على تقاسم السلطة بين قوميات يقدر عددها بتسع رئيسية وثمانين فرعية. حول التطورات في إثيوبيا من واشنطن أرحب بنائب مدير مركز السلام والتنمية الإثيوبي في الولايات المتحدة جمال بشير أحمد. أستاذ جمال أهلا بك بداية. يعني مع توسع العمليات العسكرية في إقليم تيجري وكل طرف يزعم أنه يحقق انتصارات عسكرية، هل يخشى من انزلاق البلاد إلى الفوضى أو إلى أتون حرب أهلية؟ أشكرك أخي أولا والمشاهدين. وحسب ما يبدو إلى الآن يعني هناك وضوح لدى الجماهير الأثيوبية بأن الهدف الرئيسي من الحكومة المركزية القضاء على من خرجوا وتمردوا على النظام الأساسي، فبالتالي الآن ما يرى أن أغلب الشعب متحدون في مساعدة وكذلك القيام مع الحكومة، وهذا يجعل أو ينفي كثيرا من انزلاق أو الخوف من الانزلاق إلى ما يسمى بالحرب الأهلي. هذا ما نراه الآن، والحكومة أيضا بعد انتهاء مدة المهلة التي أعطتها لهذه المجموعة بأن تسلم أياديها والأسلحة التي بحوزتها قبل أن تتفاقم الأمور وقبل أن أيضا أن يؤدي بهذه الحروب، قبل أن تؤدي بكثير من الحياة وكذلك المشردين الذين يشردون من هذا الحرب إلى السودان وإلى أيضا مناطق داخل أثيوبيا. فالحكومة أوضحت الأمر ولكن هؤلاء لم يرضوا إلى الآن، ويعني وكأنهم اختاروا المقاومة وهذا الذي يظهرونه إلى الآن. لكن الحكومة بما أنها تتقدم كثيرا
وأخذت مناطق أنا شخصيا أعرفها قريبة جدا للمناطق التي يمكن أن تصعب أيضا الآن كثيرا في أن احتواء كل هذه المجموعة المتمردة في منطقة اسمها مقالي وهي العاصمة. فقط هذه هي التي بقيت حسب رأيي، وكأنهم إلى احتوائها. إذن فما أظن أن أفهم من ذلك أستاذ جمال أننا في المقبل الأيام سنشهد عملية محدودة طبقا لرؤيتك ومعرفتك للمناطق التي تتقدم فيها القوات الحكومية أمام عملية محدودة، حيث اليوم لا تؤثر على المدنيين ولا تفضي إلى نزوح كثيف باتجاه خاصة السودان؟ نعم، لأن الحكومة يعني اتجاهها كان في البداية يعني من جهة المغرب أو الغرب الغربية، الجهة الغربية التي هي قريبة للسودان، فالحكومة تسيطر على كل هذه المناطق، فيعني وكأن الاستراتيجية للحكومة هي التضييق على هذه المجموعة حتى لا تذهب لا إلى السودان ولا إلى أريتريا، فبالتالي هي أخذت كل ما يعني يحد السودان وأريتريا وتمرر فقط الناس النازحين الذين ليس لهم صلة بالحرب، فهذا يعني يساعد على احتواء فقط الأصحاب الأسلحة الذين يقاومون يعني الحكومة. طيب، هل مواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي كانت لها الكلمة العليا في إثيوبيا طوال 3 عقود منذ العام 91 حيث أسقطت النظام المركزي آنذاك في إثيوبيا، هل مواجهتها والقضاء عليها أمر سهل أم دونه بوجهة نظر حسب وجهة نظرك صعاب وتحديات؟ لا نستطيع أن نقول أنه سهل، لكن أولا ليست كل الجبهة التي كانت أطاحت بالحكومة اللي هي العسكرية التي تسمى بدرق، يعني ليست كل المجموعة التي هي الآن معهم، لأن نفس أبي أحمد دكتور أبي أحمد رئيس الوزراء كان معهم في نفس الحزب في إطاحة الحكومة السابقة، فلذلك هناك مجموعة كبيرة جدا انفصلت عنهم وهي لا توافقهم فانضمت مع الحزب الحاكم حاليا، فلذلك المجموعة لا يعني تخرج عن السيطرة حسب ظني، وهي أيضا مغضوب عليها من الشعب مما مارسته لثلاثين سنة، يعني ونحن نعرف مثلا مقاومة الشعب المسلمين يعني بعنوان تحت عنوان ليسمع صوتنا، وكانت هناك يعني تظاهرات يعني ضدها يعني تقريبا 6 سنوات مع المسجونين وأيضا المقتولين، وبعده انتقل إلى مجموعة الأوروميين أيضا الغاضبين أيضا، هذه هي الأسباب التي أطاحت بها. ثم من هذه المجموعة منهم من تاب وقال أننا رجعنا إلى صوابنا، فبعد ذلك فقاموا يعني بالإصلاحات، ومن ضمن الإصلاحات هي حكومة أبي أحمد، لكن هؤلاء من ضمن الإصلاحات التي لم يعني يوافقون عليها تطهير الأموال مثلا، وهناك أموال كدست على أيدي هؤلاء وكذلك الأسلحة وكذا، فالإصلاحات كانت تقتضي أن تسلم هذه المجموعة بكل هذه الأمور التي بحوزتها، فهم يعني لا يريدون ذلك. طب هل يتعذر في ظل هذا التوضيح والشرح أن يكون هناك أرضية للتفاوض والتفاهم بدلا من القتال والنزوح؟ ما أظن في هذه الآونة لا يمكن، لكن إن توقعنا أن هناك مثلا يعني اتساع في هذا المجال وكذلك مقاومة هذه المجموعة إذا كانت يعني طبعا فوق التقدير الذي قدرته الحكومة وصارت مقاومتها أقوى وطال يعني الحرب، ربما يعني قد تتدخل طبعا الدول وتتدخل أيضا يعني هناك مؤسسات دولية،
فبالتالي قد يضطرون للدخول إلى المفاوضة. أنا أشكرك من واشنطن جمال بشير أحمد، نائب مدير مركز السلام والتنمية الإثيوبي في الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا جزيلا لك. إذا بهذا نصل إلى ختام العاشرة، نعود ونلقاكم غدا بإذن الله في الموعد نفسه.